منذ بدئها العمل على الإعداد لاستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، حرصت وزارة المواصلات على تحقيق الانسجام والموائمة بين خططها الاستراتيجية، وتهيئت متطلبات استضافة هذه البطولة العالمية لتعزيز خدمات النقل لها، وشمل ذلك تخطيط وتجهيز البنية التحتية الخاصة بقطاع النقل من جانب، وتطوير الأطر والأدوات المنظمة لعمليات النقل وحركة المواصلات من جانب آخر. ويعد برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام أحد أهم أعمال الوزارة على هذا الصعيد، حيث أسهم بدور أساسي في التطوير الشامل لمنظومة النقل العام بالحافلات بما يدعم تلبية متطلبات النقل العام خلال المونديال، حيث يتكون هذا البرنامج الضخم من 8 محطات وأربعة مستودعات للحافلات تغطي كافة مناطق الدولة، ومدعومة بأكثر من 650 محطة شحن كهربائي لغرض تشغيل الحافلات الكهربائية، كما يضم أيضاً خدمات مواقف أركن وتنقل لخدمة مستخدمي وسائل النقل العام ودعم عمليات التنقل، بالإضافة إلى تطوير ما يزيد عن 2300 موقف خاصين بانتظار الحافلات موزعين على داخل وخارج مدينة الدوحة، ومصممين وفقاً لأعلى المعايير العالمية وأحدث أنواع التكنولوجيا المستدامة بما يتماشى مع هوية النقل العام. من أهم نتائج ومخرجات برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام استيعاب زيادة حافلات النقل العام، حيث وصل عدد أسطول الحافلات إلى 4000 حافلة، منها 3000 حافلة مخصصة لخدمات مشجعي بطولة قطر فيفا 2022. كما يشمل أسطول حافلات البطولة ما يقارب من 850 حافلة كهربائية، فضلاً عن دعم شبكة النقل العام على 115 مسار للحافلات العامة، حيث تعمل الوزارة جاهدة على رفع كفاءة الخطة التشغيلية لحافلات النقل العام لمواكبة خطط نقل الجمهور أثناء البطولة.